غوميز لا يريد العودة إلى تركيا، عنوان نقرأه في صحيفة بيلت الألمانية. ونقلت الصحيفة أن ماريو غوميز لاعب فيورنتينا المعار لبشيكتاش التركي رفض اللعب مع الفريق خلال الموسم المقبل بسبب الأزمة السياسية والأمنية التي دخلت فيها تركيا مؤخرا. الصحيفة نشرت عبارة كتبها مهاجم المانشافت عبر حسابه في موقع فيسبوك، وقال فيها: لن ألعب لهذا النادي الكبير وأمام هذا الجمهور الرائع وداخل ذلك الملعب الفريد مجددا.